تحية طيبة أعزائي. من بعد الحديث عن رأي أفلاطون في النفس الإنسانية ومن ثم رأيه في الأخلاق والفضيلة والسعادة، نستكمل اليوم حوارنا الفلسفي ونتابع في رأي أفلاطون في المرأة والزواج أولاً، في الاسترقاق والعبيد ثانياً، وفي الفن والفنون ثالثاً وأخيراً. هذا هو محور الحلقة الثامنة عن أفلاطون. تابعوا الحلقات السابقة وهيا بنا نبدأ. أهلاً أعزائي، أولاً باختصار وبإيجاز رأيه في المرأة والزواج. رأى أفلاطون في المرأة والزواج ما كان شائعاً في زمانه، هو لم يأتي بالجديد بل فقط عكس آراء عصره. برأيه المرأة أحط وأدنى شأناً من الرجل، هي من نوع الرجل، نعم من نوعه، ولكنها أحط وأدنى منه. الفرق بين الرجال والنساء فرق في الدرجة لا في النوع. أما عقلياً وروحياً فهما من نوع واحد، ولكن الرجل أفضل والنساء أدنى مرتبة عقلياً وروحياً. في حلقة جمهورية أفلاطون رأينا أن أفلاطون لم يحرم المرأة من التعليم، بل أعطاها ذات الفرصة التي أعطاها للرجل، ولكن بنفس الوقت كان على المرأة أن تنشأ ذات النشأة وأن تشارك الرجل في تحمل المسؤوليات والواجبات، ومن بينها الواجبات الحربية والعسكرية. أما بالنسبة للزواج فالزوجة عند أفلاطون ليست المثل الأعلى في زمالة الرجل وصداقته. عند أفلاطون الصديق الطبيعي للرجل ليس الزوجة ولا المرأة، ولكنه الرجل. الغرض من الزواج فقط إنجاب الأطفال، فالمرأة لا تستطيع أن تتعاون روحيا أو تتشارك الصداقة مع الرجل، لذلك ليس في الزواج علاقة روحية تجمع الرجل مع المرأة. غرض الزواج الوحيد هو إنجاب الأطفال. أما بالنسبة للعبودية فأفلاطون لا يندد بالعبودية، هو كذلك الأمر عكس آراء عصره ولم يقدم جديدا. في ذلك الزمان وفي تلك الحقبة كان الاسترقاق أمر طبيعي وقد أجازه أفلاطون وأباحه، حتى في جمهوريته الفاضلة أباحه ولم يمنعه وسمح بالعبودية لأنها برأيه ظاهرة مشروعة وطبيعية. ومع ذلك كان يحبذ من المالكين أن يعدلوا بالأرقاء والعبيد وأن يحسنوا معاملتهم، شريطة عدم إدخال العاطفة واستخدام الشدة عند اللزوم. هذا باختصار رأيه حول العبودية والرق. أما بالنسبة لرأيه في الفن فأفلاطون ليس عنده نظرية منهجية في الفن، ليس هناك بحث منظم، كل ما هنالك بضعة آراء مبعثرة سأردها الآن بإيجاز وباختصار. الفن عند أفلاطون يجب أن يكون خاضعا للفلسفة وللأخلاق. ماذا يعني ذلك؟ الشعر مثلا لا يسمح به إطلاقا إلا بما يعين منه على الفضيلة. الشعر والقصائد حتى وإن كانت جميلة فهي ممنوعة إذا لم تخدم الفلسفة والأخلاقيات. جمال الشعر وحده ليس كافيا، بل يجب أن يلجم الشعر بالأخلاق. هذا من جهة. من جهة ثانية العلوم والفنون بأشكالها ما هي إلا مناهج تربوية وتعليمية، الغرض منها هو فهم عالم المثل. الغرض منها بالمقام الأول هو غرس المفاهيم الفلسفية والأخلاقية. ليس للفن قيمة في ذاته، بل قيمته فقط في أنه وسيلة تعين على فهم الفلسفة والأخلاق. لذلك قلنا في البداية الفن خاضع للفلسفة والأخلاق. ليس للفن غاية في نفسه، إنما هو خاضع للأخلاق كيما ينمي الأخلاق، وهو خاضع للفلسفة كيما يعين على فهم عالم المثل. بطبيعة الحال الفن ليس إلا تقليد للطبيعة، الفن مجرد محاكاة لما هو محسوس، مجرد محاكاة. وأصلا كما نعرف نحن الأشياء المحسوسة بحد ذاتها ليست إلا مجرد صورة عن المثل، وبالتالي الفن ليس إلا صورة لصورة، ليس إلا نسخة عن نسخة، الفن مجرد محاكاة للنسخة. أفلاطون لم يقدر الفن، لم يرى قيمة الخلق في الفن، لم يرى الشعور الذي يضيفه الفنان إلى فنه،
هذه الأمور لم يلاحظها أفلاطون بتاتا، فهو باعتقاده أن الفنان لا يستمد فنه من العقل والتفكير، بل هو يعتمد على الوحي والإلهام، بمعنى لا يخضع الفنان لقواعد، إنما يعمل لا شعوريا وفقا للإلهام. أما الإلهام برأي أفلاطون فما هو إلا شيء وضيع وحقير. الإلهام غير عقلي، وبالتالي هو دنيء وتافه ومنحط. إلهام الفنان ليس في مستوى المعرفة العقلية، الإلهام أحط شأنا من المعارف العقلية، ولذلك كان الفن أحط وأدنى من الفلسفة. الفنون برأي أفلاطون أدنى من المعارف الفلسفية، أما الفلسفة فهي أجل وأرقى وأعظم. تلخيصا واختصارا لما سبق، ليس للفن غاية وقيمة في ذاته، إنما هو ليس إلا وسيلة لتنمية الأخلاق وفهم الفلسفة. بالمقارنة مع أرسطو، أفلاطون لم يقدر الفن، بينما أرسطو كان للفن عنده مقام أعلى. مع أن أفلاطون كان فيلسوفا وفنانا معا، أفلاطون كتب محاورات آية من آيات الفن، كان كاتبا عظيما وشاعريا، ومع ذلك فقد أحط من شأن الفن والفنون. بينما أرسطو كان فيلسوفا فقط، لم يكن أرسطو فنانا، كتاباته كانت علمية وليس فيها فن، ومع ذلك نظر للفن بخير مما نظر إليه أفلاطون. إلى هنا أعزائي أنتهي من تبسيط فلسفة أفلاطون على مدار 8 حلقات، تناولت فيها ببساطة أهم الجوانب الفلسفية عند الفيلسوف الكبير أفلاطون. بدءا من الحلقة القادمة سأبدأ بتبسيط أفكار وفلسفة الفيلسوف العملاق أرسطو، وإلى ذلك الحين لكم مني 1000 سلام و1000 تحية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والدعم والتفاعل، فذلك يعني لي الكثير. شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر، والسلام.